أيها الناس، صحيح أن بزينة عن أرجاء أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نفر، ومن نوى فلا جمعة له. أنصتوا يرحمكم الله، أنصتوا يرحمنا ويرحمكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين الداخلين الجنة أول الداخلين يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون، استجيبوا لنداء ربكم وقدروا مسؤوليتكم مع أبنائكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اليوم على مشكلة كبيرة ياسر، وهي تربية الأولاد. ولادنا ما ربيناهمش تربية إسلامية، ولادنا ضاعوا ما بين إيدينا، معظم الأولاد معظم. لماذا؟ وحيدوا الأعمال اللي نسمعوا بها، الأعمال الشنيعة بتاع الأولاد والولادة بتاعي ما ربيناهم. لكن شكون علمنا الأدب؟ شكون علمنا الأدب؟ شكون علمنا باش نعلم أولادنا؟ كيفاش نعلمهم أولادنا؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرنا كذلك بهذه المسؤولية، هذه المسؤولية العظيمة. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. الرجل هو مسؤول عن أهل بيته من زوجة وأولاد، هو المسؤول الأول. والمرأة كذلك، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنهم. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نحن المسؤولون، المولى هو أول ناس مسؤولين على بيته، على تربيته. لا تكتب ولا شعر ولا عكرة، خاطر كلهم مبنات المولى، هم المسؤولين عليه. يلزمهم يتبعوا أسأل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يلزمهم يتبعوا تعاليم الإسلام. أيها المسلمون، في زمن تكالب فيه أعداء الإسلام على أهله، وفي زمن كشر الشر فيه أنيابه، وفي زمن انتشرت فيه فوسائل الفساد وعمت وضمت، كان لزاما علينا كل نحن الآباء والمربين وأولياء الأمور أن نهتمنا بشأن تربية الأولاد. نحن مسؤولين. إذا الولاد كبروا وطلعوا مسرحين، راهو أول مسؤول هو اللي بيقولوا، أول مسؤول، خاطر أنت هو يولد ما بينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يولد الولد على الفطرة، يولد مسلم، يولد مسلم، ما يولدش أراه، يمشي ساهل، يهوي دانه، ينصره، ما يقولهم، ما يقولهم هو الأول السبب الوحيد. ولدي أول عمره 17 وما عادش يسمع بلاد، ولدي جيمخ، بنتي جيمخ، تبناه، كما كنتي معلمتهمش. ما كنتي معلمتهمش.
الإجابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن مما يحزن له القلب أن ترى كثيرا من الناس قد أهملوا تربية أولادهم. أيها الأولياء، هذه المعالم التي تعينكم على القيام بتوجيه أولادكم وتربية. مش عارفين قيم معالم جاء بها القرآن وجاء بها الإسلام، مش هربي ولادنا، هذه كانت ثمرة بتاعي. على خاطر الولد الصالح كل واحد يحب يجيب ولاد صالح، عليه باش يموتوا بعد يدك يا أولاد. إذا مات ابن آدم من قطع عمله إلا من ثلاث، منهم ولد صالح يدعو، ما عادش عارف شكون يفكر، لكن باهي الصالح هذاك اللي بتقول، أنت تنجم وتقوده إلى طريق إلى ذلك المستقيم، أنت تعطيه وتعطيك الهداية حتى واحد تقعد في الصباح تروح الليل، ومش تقرا ولاد، ولا المرأة تمشي تخدم في الليل ترجع تلقى ولادها كيفاش شكون باش يربيها؟ شكون باش يربيها؟ ما اللي تولد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، من هو العار؟ من هو العار؟ علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باش نأذنوا له ونقيموا له الصلاة، باش يدخل فيه الإسلام، وكذلك المرأة، هي الأم، هي أول مسؤولة على تربية أولادها، حتى في كل شيء، حتى في الرضاعة، قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، حولين، باش يطلع الوليد يحب أمه ياسر، باش يطلع الوليد يحب ياسر، يحب والديه ياسر، شوف الزمن اللي احنا فيه، بعد ولا طلاق الشباب مع الشباب، أعطيني مصروف ولاد عملية تجارية ما بينه هو وأبوه، أعطيني مصروف أعطيني كدايش، يرضي أبوه، يرضي أمه، يرضي هذوكم هما اللي ربوك، هذوكم هما اللي صرفوا عليك، هذوكم هما اللي ردوك راسي، ردوك بنية، ردوك كذا، لا، علاش؟ ما ثماش حنان، ما ثماش محبة، ما ثماش محبة الوالدين، أنا نتراو في الجرائم، ما نحبش نذكرها على هذا المكان، في الجرائم تاع الولاد والبنات اللي هما في سن الشباب، علاش؟ أول مسؤولية هي للوالدين، أول مسؤولية، ما عادش المسؤولية حتى واحد، ما عادش في المدرسة، ما عادش في الشارع، ما عادش في المجتمع، لكن الوالدين عندهم مسؤولية كبرى، كيفاش يربيوا ولادهم؟ أولاً سؤال الله ذرية الصالحة، فهذا العمل دأب الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. ندعي كما دعوا الأنبياء، ندعو الله، اطلب ربي كما طلبوا الأنبياء. قال تعالى: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. على لسان زكاة ندعي: يا رب اعطيني ذرية طيبة، يا رب اعطيني من الصالحات، يا رب اعطيني من الصالحات. وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم عشر، أبناء عشر
في المدرسة. ولاد لازم نعلموهم الصلاه حتى يوصلوا عمر 7 سنين ونضربوهم. نضربوهم مش نضربو ضرب نتاع دم نتاع واحد، لا نضربوهم هاو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ضربا مش ضربا مبرر، ضربا غير مبرر، ما فيش دم، ما فيش ما فيش ما فيش اعاقه. هكا مش دور بس بالعصا بالسبته ما فيش انت نضربوهم على سكين. اضرب مش ولدك يسلي، كيفاش ولدك عمرك 7 و8 و9 و10 وحدات ولدك ما يسليش وانت ما فيش منك حتى شيء ولا منك. وطوروا الشباب، ما هو جيو، هذا ولدين لازم يجيبوهم،
المحبة الله هذيك اللي بيستفيدوا، بشوفنا صالح، بشوفنا يدرس لهذه الأمة، بشوفنا خير لهذه الأمة، مش بتعمل شر، بتعمل على مالك كما يقولون على مالك حبوسين، لا هذا أحفظ الله يحفظ، من أحفظ الله في صلاتك وفي صومك وفي عبادتك وفي ذكرك، أحفظ ربي يحفظك، ربي ديما معك، ولدي ديما سلم، ولدي أقرأ القرآن باش ترجع وربي يعطيك نور ويعطيك بصيرة بعدها حتى واحد. مش شغل نعلموهم القرآن، علاش نعلموهم القرآن؟ مش ربي يعطيهم الحكمة، مش ربي يعطيهم الذكاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن اعتدى عليكم
كل التربية اللي جابها الرسول صلى الله عليه وسلم نعلمه هالو ما فيها حتى ثم الترب وثم وثم كل شيء توا العلم بتاع الاسلام ما فيش بأس منه حل الانترنت وحل المواقع تلقى كل شيء هو يبقى يصير الاورديناتور عمره 10 12 يصير الاورديناتور يدور يصير الاورديناتور جيب له مشكله يدور بتعرفوا هو على الاورديناتور غا معناها غا في اشياء اللي هي تزيد تفشل تزيد تهدى يدور في الاورديناتور كل واحد له غا الموقع بتاع اللي يحكي صفات النبي وتربية النبي حلينا الموقع بتاع القرآن هكا تبعه وجيب له أستاذ يتبعه هذا يتبعه هذا اللي احنا مسؤولين عليه هو بشريك الأورديناتور وتسلفته كان عملت حاجة هي تحط الأورديناتور وتقعد تفصل له لا تبعه مش يتبع الخصال الحميدة مش يتبع تربية الرسول صلى الله عليه وسلم الحرص على استعمال العبارات المقبولة الطيبة مع الأولاد نخاطبه باخلاق طيبه ما نعيطش فماش حتى اعمل للمصيبه فما بو وامي بدو يسبوا ويتعاقبوا ما تعرفوش قدام ولادكم حتى عندك المشكله انت ومرتك تدخل البيت وسكر عليهم مش ما يسمعوش ما دمك انت ومرتك تبدا في امن وامان مش ما تاثرش عليهم نفسانيا هاو طريق هاو كل مره وراه في طلبه شوفك الولاد والبنات كيفاش يفتحوا ترى حقيقه ترى واقع راه سيدنا محمد يقول كلمه صحيحه مازال يحب يتعلم مازال يحب يعرف العقيده يعرف الاسلام فما ينبغي للوالدين والاعراف ان يحرص على انتقاد العبارات الحسنه المقبوله الطيبه البعيد عن الاسفاف في مقابل طلب الاولاد قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطاعات ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذل هو ساعه نعم كله يا ابن يلعب في الناس كله لا ولد ما نلعبوش الناس ولا بدي اتكلم في كلام بتاع شعر لا ولد ما تتكلمش في كلام هذا لا علم تعال تكتب الشعر في الباب علم يقول ها بابا قال الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ما يعملهاش وكذلك تحفيظهم وتحفيظهم كلام الله حفظوهم كلام ربي الصبح ما يصيرش يعرف حسن يعرف حسنين يعرف المعرفة كذا ما يصير قد ما يحفظ وقد ما يرتقي قد ما يلتقي يوم القيامة وكذلك قد ما يفوز في الدنيا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع ماحي مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله وراءه قاده إلى النار شافع يشفع فينا يوم القيامة مشفع كذلك في الدنيا نحن ننتصر به ماحي يدفع عليك القرآن يا ولدي يا ولدي للقدام نزل الجاب على يده كذا قبل ما نعمل واحد شيء قبل ما نقرا نتكلم عليه يا باشا التعليم في مدرسه عليا علموا القران علموا قيام النبي صلى الله عليه وسلم علموا سيره النبي صلى الله عليه وسلم علموا تعاليم الاسلام باش يفلح وينجح طيب وانت تكون صالح الهدف اول شرط لازم تكون صالح مش الولاد بتاعك ما يخموش او مش تتكون له او مش تعمل له انا اللغه اللي ما انا اللي بتدور البنات انا نكون في الولاد انا نعمل وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا أنت دائما صالحا يلقاو الكنز ويلقاو الفلوس ويلقاو كل شيء تلقاو وجيبوها بيديهم الخارج ما تبينهم في اليوم عمرهم عام تعملهم دفتر الدخان لا لا أنت يعمل الصالحا يلقاو ذلك الخير حسب الآية القرآنية وكان أبوهما صالحا يلزمنا نرجع للسيره النبويه ونحب النبي صلى الله عليه وسلم يلزمنا نحب النبي نتبعوه من احب لي احب سنتي ومن احب سنتي كان معي في الجنه اللهم اجعلنا مع النبي في الجنه اللهم اجعلنا مع النبي في الجنه يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا خير المعطين
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وأسرتنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، واحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. البيوت بتاعنا اللي فيها ولدات وفازات ما نجعلوهاش مقابر، وكما الزلال وكما جاب جمال سيدي يحيى، لا، علاش؟ يلزمنا نعطوا فيها البقرة، ولداتنا نعلموهم سورة البقرة في الولاد، علاش؟ مش تهربوا الشيطان، تهربوا من المشاكل، تهربوا من المشاكل، وتهربوا من العالم ما بين المرأة والراجل والمرأة والبنت والراجل والولد، وتهرب، تولي أمن وأمان. واللي خير كذلك، وكذلك الولاد بتاعنا نختاروا رفاق تبعوهم، ما زال صحابهم تبعوهم الجليسه تاعهم. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: انما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. جليس صالح وجليس السوء على تبعوه كحامل المسك ونافخ الكيل. احنا كل تبع اللي عنده مسك، ودي تبع اكل وليد ذاك وليد ذاك وليد ذاك، ما تبعش ذاك فوق عليك منه، او نمشي معاه تمشي معاه تمشي حتى باش تشوف يلعب باش كذا. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يخرج من ولاد السلام يلعب معاه يلعب معاه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يرحم الصغار، نحن كذلك، نحن ولا الصغار تنفر منه ونحن ننفر منه. هاك على ولا شعر تظهر عليهم امشي عليهم كذا. لا تخلق باخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين، ونحن في هذه الساعة المباركة لعلها ساعة الاستجابة، اللهم استجب منا دعاءنا يا أرحم الراحمين.
الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.